مرحبا بكم من جديد. اليوم وفي هذا الفيديو سوف أتحدث عن شيء يسمى قانون بينيفورد. قانون بينيفورد، ما هو قانون بينيفورد؟ إنه ظاهرة عجيبة تحصل عليها عندما تنظر إلى الأرقام في العالم الحقيقي. على سبيل المثال، لدينا بعض الرسوم البيانية هنا. إذا أخذت عدد السكان لكل المدن وتساءلت ما هو العدد الأول لعدد السكان في المدينة؟ هل هو 1 مليون أو 1000 أو 100 ألف؟ حسناً، سنبدأ بواحد، لذا قمنا بعد كل المدن التي تبدأ بواحد. أعتقد أن لدينا هنا 27. إذن كأي شيء يبدأ بواحد هنا، لذا من الممكن أن تكون مدينة لها عدد سكان يساوي 1، أو عدد سكان 17، أو عدد سكان 1 بليون، أو 300 مليون. جميعها تقع في هذه المجموعة هنا. ومن ثم إذا بدأنا باثنين فسوف نقع في المجموعة الثانية، وهكذا دواليك. إن هذا اللون الأزرق أفضل. حسناً، السؤال الآن هو: هل تعتقد أن هذا هنا هو نوع من الأعداد العشوائية؟ نعم، نلاحظ أن الخانة الأولى هي نوع من العشوائية، أعني أنه يوجد اختلاف ضخم. إذن يوجد اختلاف ضخم في عدد سكان المدن، بعضها لديه ملايين والبعض لا أعلم ما هو أصغر عدد سكان موجود. حسناً، سأكون مهتمة لمعرفة عدد سكان الدول وكل شيء. حسناً، أريد أن أقوم بتقدير عدد السكان في كل شيء. أعتقد أن الفاتيكان هي أصغر دولة. أجل، أعتقد أن الفاتيكان هي أصغر دولة، ولكنني لست متأكدة بالضبط أي نوع من الدول ستكون. على أي حال، إذا شملنا الفاتيكان التي أعتقد أنها ستكون بالآلاف، الآن لماذا يحدث هذا؟ لماذا ترى الرقم 1 أكثر من 2؟ إنها ليست بعض الفرص الصغيرة، أعني أننا نتحدث أيضاً عن فكرة أنه من المرجح أن تكون عناوين أرقام فردية أكثر من كونها زوجية، وهذا مهم لأن كل بيت يحتوي على رقم 1 فيه. وتعلمون كذلك أنه إذا بدأنا الشارع بالبيت رقم 1، البيت رقم 2، البيت رقم 3، وإذا كان لدينا رقم فردي للبيوت، بالتالي فإن الشارع سيكون له أرقام فردية أكثر. وإذا كان لديك أرقام زوجية فسيكون لديك نفس الكمية، ولكن ذلك يبدأ بالرقم 1 والذي هو رقم فردي، في حين أن عدد السكان لم يبدأ مع 1. وفي تلك الظاهرة نحن نتحدث عن أرقام الشوارع، وهي ليست ظاهرة شديدة، إنها مثل 50 فاصلة بعض الأعشار، إنها أكثر قليلا. يوجد احتمال أعلى قليلا ليكون لدينا بيوت ذات أرقام فردية، أو أعتقد بيت واحد أكثر من كل شيء آخر. الآن ماذا تتوقع؟ هنا أعتقد أنه يوجد احتمالية عالية وبشكل ملحوظ لأعداد السكان العشوائية التي تكون لها الخانة الأولى هي 1، مقابل التي تكون لها الخانة الأولى هي 8 أو 9. إنه يبدو غريباً بعض الشيء، وهذا ليس فقط في البلدان. ترى هذا إذا كنت تبحث في الكثير من الأشياء المالية، مثل كم من المال يمكن أن تصنع الشركة.
الواحد كخانة أولى يظهر في كثير من الأحيان بشكل أكثر، وهنا لدينا رسم متعدد الألوان، إنه الخانة الأولى لثابت فيزيائي، إنه الخانة الأولى لثابت فيزيائي. إذن ما الذي يمكن أن يكون مثالا على الثوابت الفيزيائية؟ لنفترض أننا لم نتمكن من استخراج بالضبط ما تم تطبيقه هنا، لكن يمكننا افتراض أنها أشياء مثل ثابت الجاذبية أو ثابت بلانك، وهذا يبدو بالنسبة لي نوع من الجنون، لأنه يعتمد على الوحدات التي استخدمتها ويعتمد على جميع ما تعرفه من الأشياء التي تفترضها حول الموضوع. ولكن حتى عند استخدام هذا النوع من الثوابت الفيزيائية الاعتباطية والتي أفترض أنهم يعلمون هنا، أول وأهم خانة في هذه الثوابت الفيزيائية لا تزال مرجحة أكثر بكثير لتكون واحد، إنها تتبع قانون بينيفورد بالضبط. على أي حال، بينيفورد هو هذا الرجل الذي يضع النظارات في الصورة المبينة أمامكم. هذا هو بينيفورد، بينيفورد، والذي اعتدنا أن نرسمه على شكل قانون بينيفورد. ولكن إننا نضع هذا السيد الذي يبدو جديا، إنه أسد أمريكا في تلك المرحلة، إنه سيمون نيو كومب، ولقد وضعناه هنا لأنه فعليا الشخص الأول الذي صرح عن قانون بينيفورد، وقد رأى أنه لا يسمى بقانون بينيفورد وحاول تحسين تلك الفترة. نعم، لقد كان شخصية مميزة بالنسبة لي. إن هذا الرجل يشبه هاري ترومان، ربما هو هاري، لا أعلم، ربما أنني اخترت صورة خاطئة. إذن السؤال هو، ما هو نوع هذه الحالة النقية في هذا؟ أنا أقصد عندما تحصل على هذه الجزئية العشوائية، إنك ترى بعض التغيرات مثل ما بلدك. لماذا؟ هناك المزيد من البلدان لأنه مسبق بثابت، وكذلك حجم العينة قليل نسبيا. نعم صحيح، فإنه فقط هناك 200 بلد أو شيء من هذا القبيل، إذن إنها ليست مؤكدة من أجل اتباعها. ولكن هناك عدد كبير من البلدان متساوية في الثابت الفيزيائي. أنا لا أعلم كم من الثوابت الفيزيائية تم اتخاذها كعينات عشوائية هنا، ولكن هناك فائدة مهمة هنا، حيث أننا نقترب من قانون بينيفورد. إذن دعونا ننظر إلى المخطط الآخر، حيث أننا نجد تمثيل نقي لقانون بينيفورد. إذن في تلك المخططات قد تم ملؤها بمعلومات عشوائية، والمثير هنا هو إذا أخذنا معادلة رياضية نقية مرفوعة للقوة 2، وإذا لم تكن متسلسلة، إنها لا تذهب للأعلى. لماذا؟ لأنها ذات خانة واحدة، وهذا فعليا يتوافق مع قانون بينيفورد، حيث أنه لا يوجد انحراف، إنها فعليا عملية إحصائية رياضية. إذن هي عبارة عن أداة ربط. إذا أخذت معادلة مرفوعة للقوة 2، فإنك سوف تجد هذه الأرقام 1 2 4 8 16
32، 64، وأود أن أريكم كيف نقوم بعمل هذا. 128، 256، 512. إنها تبقى محافظة على المضي مع كل جزء. نعم، إذا كم واحد منهم يبدأ بالرقم 1؟ وسوف نقول حسنا هذا وهذا وهذا. وهنا يجب معرفة نسبة الأعداد التي تبدأ بالرقم 1، وأنت تعطي نسبة الأرقام التي تبدأ بالرقم 1، وهنا نقول نعم. وبالنسبة للأرقام التي تبدأ بالرقم 2، إذا نجد أن هذا الرقم وهذا الرقم، ولو وجد أرقام أخرى نستمر بإيجاد الرقم 2 بينهم، ويمكن استخدام برنامج محوسب لإيجاد هذه الأرقام بشكل سريع. وإذا انتبهنا إلى المخطط سوف نجد أن نسبة الأرقام التي تبدأ بالرقم 2 هي هنا، وهي أقل من 1. وإذا كان هناك أرقام تبدأ بالرقم 9 سوف نجد نسبتها ها هنا، وهذا بالضبط ما توصل له قانون بينيفورد. إنه سحري، إنها فعليا تبدو سحرية، وهذا القانون ينطبق على أي قوة مرفوعة للأعداد في أغلب الأحيان، لكن الأرقام للقوة 10 لا ينطبق عليها القانون. إذن الأرقام للقوة 10 لا ينطبق عليها القانون. أي أرقام أخرى يمكن أن تمتزج بشكل جيد؟ باستثناء توزيع بينيفورد، إنه هنا يشكل تحدي لك لتفكر لماذا هذا، وربما نضع التوضيحات في فيديو آخر، ربما نضع التوضيحات في فيديو لاحق، وهذا مدعاة للتفكير لماذا يحدث هذا، ومن ثم سوف نعرض قائمة التوضيحات المتواضعة. وربما يكون هناك توضيحات أخرى، وبالنسبة للفيديو المقبل سوف نوضح الأسباب الفعلية وراء ذلك، لذا أراكم في العرض التالي.